can fly. I believe I can touch the sky. ما الذي يجمع بين نجمي لوس أنجلوس ليكرز السابق كريم عبد الجبار ونجمي دالاس مافريكس الحالي صالح الماجري؟ كرة السلة الـ NBA طول 7 أقدام، مهارات استثنائية. ليس هذا فحسب، بل ما يجعل طريق عبد الجبار ذي النجومية التليدة يتقاطع مع درب الماجري ذي النجومية الوليدة هو ليس سوى التشبث بالحلم الأمريكي. أن يبدأ الحلم من جدات نيويورك أو من حارات جندوبة التونسية لا فرق، إذا كان الإيمان واحد، الإيمان بأن المستحيل ليس أمريكياً طالما أن الأحلام لا تغتال فيها. إيزيكا لانسا أو زيجي كان يعشق كرة القدم في موطنه الأصلي غانا، ولعب أيضاً كرة السلة. فشل في الاثنين هناك إلى أن آمن بموهبته مبشر أمريكي. زيجي آمن هو أيضاً بفرصته في أمريكا وغير مساره إلى كرة القدم الأمريكية، فعانق النجومية والصفقات المليونية مع فريقه ديترويت لاينز. نجم دوري كرة القدم الأمريكي وفريق نيو إنجلند ريفولوشن كاي كامارا لم يتخيل عندما كان يعيش على هامش الإنسانية بمدينة كينيما في سيراليون أن يتردد اسمه على لسان الآلاف في ميادين الكرة الأمريكية. كامارا جاء إلى موطن الأحلام لاجئاً، جد واجتهد، وثق في موهبته وثابر، فحصد النجاح والتألق وانتشل عائلته من عالم الفتاة إلى عالم الملايين. قيل من رحم الفقر والألم يولد الحلم، وقال آخرون يكون الحلم أمريكياً أو لا يكون. هذا ما دفع بلاعب كرة السلة الأسترالي نجم يوتا جاز جو إنجلس إلى خوض المغامرة الأمريكية، فقطف الشهرة والمجد. الكثير من الموهبة وبعض من الصبر والمثابرة والعمل المتواصل والقليل من الحظ، هذه وصفة الحلم الأمريكي التي اختبرها هؤلاء الرياضيون الأبطال في الولايات المتحدة، ويبقى الحلم قائماً طالما توفرت الحقوق والحريات، وطالما وجد في بقع من العالم موهوبون تؤد أحلامهم في مهدها.